الطبيعي ان الرجاله ما بيعجبهاش سواقه الستات، لكن اللي مش طبيعي ان الستات ما يعجبهاش سواقتنا. على الارض والارقام والاحصائيات بتقول ان الرجاله بتعمل حوادث اكتر من الستات، ومعدل قد ايه؟ بمعدل 70% الرجاله بتعمل حوادث اكتر من الحوادث اللي بتعملها الستات. انت ممكن تركب مع ست وانت مطمن على حياتك، لان سواقتها حتى لو كانت بطيئه شويه فاخرها ممكن تحك الرفرف تكسر مرايه، انما ما تركبش مع راجل ومش كل الرجاله برضو وانت مطمن على حياتك. على كل نزلنا على ارض الواقع عشان نشوف مين اللي بيعرف يسوق، الراجل ولا الست. ايه رايك في سواقه الستات؟ انت بتحرجنا كده؟ لا قول براحتك ما يهمكش. وحشه مش كويسه يعني، في منهم بيتعبونا بصراحه، في ناس منها بتعرف تسوق وفي ناس بتعمل كوارث لانها بتبقى ماسكه في الدركسيون وخايفه جدا من الطريق ومن العربيات اللي حواليها. يعني الاغلبيه مش قوي من ناحيه السواقه وكده، ما عندهمش قدره خالص على السواقه الاغلبيه. نعم تعلم مين السواقه؟ لا قصدي اتعلم من خبرات حضرتك في السواقه. اذا كان كده ماشي. ايه رايك في سواقه الرجاله؟ لا الرجاله بتسوق احسن من الستات واجرأ من الستات في السواقه. يعني انت تخافي تركبي مع واحده العربيه؟ بصراحه ليه بقى؟ لان هم مش عندهم جراءه شويه في الطريق، انما الراجل ممكن يتحكم بسرعه يتعامل بسرعه، ممكن سريع البديهه، انما الست ممكن تتلجلج تعمل حادثه تاذي نفسها وتاذي اللي معاها وتاذي اللي ماشيين في الشارع كمان. معلش بس براحه شويه مسجل لعلمك بقى، انا بعرف كويس قوي بس يعني هحتاج منك شويه ارشادات. ما حضرتك انا اهو بقول الارشادات، من فضلك سوقي بالراحه شويه بس قدامك. لما علمتني سواقه ست كان الموضوع صعب، خليتني خبط الدنيا الصراحه بامانه، ولما علمني سواقه تاكسي عادي بيعرف يسوق اتعلمت السواقه صح الصراحه. بس الستات اللي بتعرف تسوق شاطره جدا. في ستات احسن، في ستات بيسوقوا احسن من الرجاله، خلي بالك اللي طلع تلاقي ولد عنده عربيه السوق احسن، لكن اللي طلع بقى وجايبه العربيه اليومين دول هبتضايقنا شويه في الشارع، تحذف عليك تعطل مش عارفه تركن. خلاص يا جماعه حصل خير، انا برضو اللي وقفت فجاه. اخلص انت. مين بيعرف يسوق احسن؟ الراجل. طب ايه رايك في سواقه الرجاله؟ ما تفرقش عن الستات في حاجه. بص اللي ماسك موبايل كده كده بيخرب الدنيا، راجل ست عجوز مش فارقه كتير. بس كده هنسيب الموبايل على جنب. ماشي يعني نسبة الرجالة أكيد أكتر، يعني هم اللي ليل نهار نهار وليل سايقين فبالتعود صح. مين اللي علمك سواقة؟ بابايا. تمام. وإحنا ما بنعرفش إيه؟ طب ما إحنا في برضو ستات بتعلم. طبعا في ستات بتعلم. لا سيبك من التخبيطات، تعال نلف على العربيه بتاعت الشارع كلها ونشوف راجل ولا ست ونشوف متخبطه ازاي. والله انا دايما باخد بالي من عربيات الستات ان العتب بتاعها متاكل. يعني ايه العتب؟ مين بيعرف يسوق اكتر احسن، الراجل ولا الست؟ ده سؤال طبعا الستات. هناخد لفه على العربيه عشان نشوف مين العربيه وهي متخبطه. بلاش الخبطه دي. ها نشوف خبطات ثانيه. ما تطلعهاش الخبطه ديت. مين اللي علمك السواقه؟ انا خدت وخص الاول، خدت في مدرسه سواقه تبع المو نفسه، وبعد كده هو الراجل اللي علمني. ماشي. يا فاشل يا فاشل. واخواتي علموني اكتر. اخواتي لا، بابا عصبي شويه، بابا عصبي شويه فما اتعلمتش منه. عندي اخواتي الاثنين، محمد الكبير هادي في سواقته شويه عن معتز، بس اتعلمت من معتز اكتر لان اداني دفعه جرأة كده شويه. وعايزه اقول لك ورجعت تاني اتعلمت في مكتب سواقه، مكتب يعني قيادة عادية كده هوت. يعني عايزة أقول لك طلعتها بعد أسبوع. أسبوع؟ يس. خدت امتحان وطلعت على طول البريمو. هديكي سؤال بسرعة وتجاوبيني عليه. لا ما تقولش. لو بترجعي لورا عملت الدكسيون كله يمين العربية راجعة فين؟ شمال. عايزة جايزة. ما أنا بقول لك هات بقى. بس الله يخرب بيتك يا شيخة. أهو يا سيدي. اديني ركنت اهو. حاجه تاني؟ ركنتي انت كده عملتي حادثه. والله الستات ما بيعرفوش يركنوا فهي بتبقى مشاكل كتير. يعني انت بقى انت العتب بتاع العربيات. طبعا. وبعدين هي ممكن يعني ترجع لورا تخبطك وتنزل تتخانق فخلاص. طب ساعتها طيب بتتخانق؟ لا ما بتخانقش لو ست استحاله، يعني هي اللي بتتخانق وانا ساكت. انت قاعد بتسمع لحد ما تشوف الموضوع هينتهي على ايه واللي هي عايزاه انت هتعمله. بالظبط كده. او ان انا مثلا اكلم جوزها او بتاع. طب يعني حضرتك مش شايفه الوضع.
هو الراجل ممكن يكون احسن، بس انا في سواقه بنتي انا واثقه فيها لان هي بتسوق سواقه هاديه جدا. والله انا يعني مش مقتنع بسواقتهم تماما، لاني حصل معايا مواقف كتير جدا، منها ان انا ممكن مثلا ابقى ماشي على طريق عايز اخد يوتيرن وفي حد قافل قدامي اليوتيرن، وطبعا ببقى متاكد 100% ان اللي جوه دي بنت او واحده ست. بعض الاحيان بيبقى الراجل ما بيسوقش كويس، وفي بعض الاحيان الست ما بتسوقش كويس، حسب تعليم الست او الراجل، حسب تمكن الست والراجل في العربيه. انت ما دخلتيش يمين ليه؟ مش عمال اقول لك خش يمين. ما انا كنت لسه هقول لك ان انا ما لحقتش ادخل يمين. وانت بتزعق ليه؟ ممكن تركب مع واحده ست وانت مطمن؟ لا الصراحه ليه، لا ايه المانع يعني؟ سوقتهم بتعجبك؟ اه كويس. تركبي وانت مطمنه مع راجل هو اللي سايق ولا ست اللي سايقه؟ لا مع راجل طبعا هو سايق. يعني الرجاله تعرف تسوق احسن من الستات؟ لا مش بتعرف تسوق، برضو الست بتعرف تسوق، بس هي التركيز اكتر، الراجل بيبقى مركز اكتر. حفره 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 معلش الحمد لله انك سليم. معلش ما حصلش حاجه. في حد يعمل حفره في الصحراء؟ ده ايه الغباوه دي؟ ايه رايك لو عملنا حاره للرجاله وحاره للستات في السواقه؟ الستات متهيألي احسن من الرجاله، الرجاله مستعجلين وعايزين يخبطوا في اي حاجه، لكن الست اهدى شويه. تيجي منك انت؟ كلمه الحق زعل؟ ما ينفعش طبعا، ان عدد حتى عدد الستات اللي بيزوقوا في الطريق قليلين جدا. والله يا ريت يبقى احسن حاجه في صباح الخير يا مصر. هما الرجاله دايما بيهاجموهم على فكره، دايما اللي هو دي ست دي ما بتعرفش تسوق تلقائي كده يعني. حضرتك في حد يركن على كوبري اكتوبر الساعه 2 الظهر؟ عادي يعني، نزلت اخد صوره، مالك مكبر الموضوع كده ليه؟ هو فعلا انت ليكي صوره الله اكبر في الرادار، تحفه ملونه. كنت راكبه عربيه فهي خايفه قوي، العربيه جايه عليها فهي مش عارفه تصرف، هي وقفت فمطرح لدرجه انا نزلت مكانها وسوقت يعني عدتها، عشان هي خلاص هي تارجتت ان هي هتموت دلوقتي. هي دي اللي انت جايبها تعلمني القياده؟ دي كانت هتموتني. فضلت تزن في دماغي لغايه ما دخلتني في الرصيف، انا كنت هموت يا هاني. عمرك شفت بنت مديه اشاره يمين وهي بالفعل داخله يمين؟ استحاله طبعا. انت تعرف ان نسبه الحوادث اللي الرجاله بتعملها اكتر بكتير من نسبه الحوادث اللي الستات بتعملها؟ عشان احنا بنسوق في وقت اكتر منهم، يعني انت بتسوق 24 ساعه، انت بتسوق في جميع الاوقات، هم ممكن يسوقوا ساعتين في اليوم، فمثلا في السنه كلها لو عملت حادثه تمام، لكن هم يوميا بيخبطوها. بيخبطونا احنا من الذنب يعني، انت فاهم؟ سجل حوادث حضرتك في الفتره الاخيره بيقول كده، اخر سنتين مغيره 7 عربيات. مش غلطتي. لو لفيت الدركسيون وانت راجع لورا بسرعه يمين، يبقى العربيه رايحه فين؟ راجع يمين المفروض برضو يعني. لفيت يمين؟ لا ثانيه واحده، شمال. هو ده بس. ما لسه انا لسه جديده. انت لما بتزعق فيا انا بتوتر، ما بعرفش اتصرف خالص. طب يا ستي انا مش هزعق عشان ما تتوتريش، اخلصي بقى واعملي اللي بقول لك عليه. لو دخل يمين بتدي اشاره ايه؟ هدي مين اخش عادي. دي عاديه يا ماشي. تمام خلاص، يطلعي يلا. امشي ازاي؟ امشي على طول. حاضر.